وكده انا عملت شير، مش عارفة ابتدى يظهر قدامكم ولا لا. اه كده تمام، ظهر يا باشمهندس. تمام زي الفل. طيب هو مبدئيا طبعا اللي هيسجل يتفضل يعني يسجل عشان الناس اللي ما بتقدرش تحضر. احنا النهاردة هناخد اخر درس ان شاء الله في المنهج. انتوا في درس ما خدتوش اقل من كل سنة، يعني انا كنت حتى اتكلمت مع الدكتور وطلبت يعني ان انتوا نقف لحد كده لو هو يعني المحاضرات تسمح ان الدكتور يوافق، علشان الدرس الاخير اسمه line of balance. ده بيستخدم في المشروعات المتكررة، وده اللي انتوا ما درستوهوش حتى، عشان وانتوا بتذاكروا لو لقيتوه في امتحانات قديمة او كده تعرفوا انه ده الدرس اللي مش عليكم، اسمه line of balance. احنا النهاردة هناخد اخر سكشن خالص اللي هو اسمه project control. البروجكت كنترول ده بعمله ليه؟ بعمله علشان انا دلوقتي المقاول فور اكزامبل لما بيجيله من عند الديزاينر ميثود ستيتمنت بتقوله ان انت مفروض تاخد بالك من الحاجات الفلانيه اثناء الانشاء وتنفذ كذا وكذا وكذا وكذا، المقاول بيكلف حد بيعمل له البرنامج الزمني اللي احنا شرحناه. والبرنامج الزمني ده بيبقى حاطط فيه عامل فيه بقى كل الاكتيفيتيز وازاي هتشتغل ووقتها قد ايه وسكادول قد ايه، يعني كأن التخطيط بالظبط للسايت هو عايزه يمشي ازاي والاكتيفيتيز تخلص في وقت ايه وايه سلم ايه وايه معتمد على ايه. نفس الكلام بيحصل للكوست. احنا في الفلوس بنيجي نحاول نعمل كوست كنترول، نحاول نعمل كنترول على الفلوس اللي احنا بنصرفها، وبنعمل تايم كنترول وبنعمل كواليتي كنترول. فبالتالي الدرس بتاعنا ده اللي هي حاجة هندرسها اسمها الـ Earned Value Method. الطريقة دي هي طريقة أنا بعمل بيها Integrated System of Control على المشروع، بحيث إن أنا بربط الكوست والتايم في المشروع بتاعي أمشيهم إزاي. ليه أنا بعمل كنترول؟ عشان أنا خططت حاجة، اللي انا خططته مش شرط بالظبط هو اللي يقدر يتنفذ. طيب اللي يتنفذ ده بقى يقع قد ايه من اللي انا خططته؟ يعني هل انا سابقه اللي انا خططته، ولا انا متاخره، ولا انا اون سكادول بالظبط وعلى حسب الكوست اللي انا محددها بالظبط؟ ده اللي احنا بنحاول دايما ان احنا نوصل له من خلال الدرس ده، ان انا عايزه اعرف الكونديشن بتاعي ايه بالنسبه للحقيقة اللي حصلت، يعني للي اتنفذ في الحقيقة. عندنا مصطلحات هنستخدمها في الدرس ده، هم 3 حاجات: الـ BCWS والـ BCWP والـ ACWP. ايه هم يا جماعة؟ نمسك واحدة واحدة. الـ BCWS دي اختصار للـ Budget Cost Work Scheduled. Budget Cost Work Scheduled او بيسموها Planned Value. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما جيت احط البلان وجيت احط البرنامج الزمني، انا قلت اكتيفيتي A هديها 4 ايام، اكتيفيتي B هتبدأ مثلا من اليوم الثالث، مش معتمد على حاجة ليها لاج او وات ايفر، ومدتها 5 ايام، اكتيفيتي C مدتها 6 ايام من 4 ل 10. ده كده كام بلاند؟ يبقى البي سي دبليو اس او اللي بنسميها البلاند فاليو دي انا دايما يا جماعه بجيبها من البار تشارت بتاعتي، من الحاجه اللي انا خططتها اللي احنا درسناها السنه دي. يبقى لو قال لي عند تايم 10 البي سي دبليو اس انا عايزه احسبها، هاجي احسب زي ما انا اتعلمنا مع بعض السنه دي، هقول 2000 في 4 زائد 4000. طبعا لو الفلوس اللي فوق دي الدايركت كوست بير يونت مش بير اكتيفيتي، لو كانت بير اكتيفيتي كانت هتبقى ال 2000 مرة واحدة، لأن هي كانت أكنها هتكون 2000 على 4 ب 500 في 4. واضحة يا جماعة الحكاية دي؟ فاهمينها؟ شرحناها قبل كده كتير. تمام. بس مش متساوي ال BCWS ده اللي هو الناتج النهائي الدايركت والاندايركت. نعم. ال BCWS ده اللي هو ناتج الفلوس النهائي. ال BCWS اللي هو البادجت كوست ورك سكادولد، اللي هو السعر المفروض الدايركت والاندايركت للبند اللي انت حاطه في السكادول. يعني لو انت حاطط اكتيفيتي اي 4 ايام واليوم ب 2000، يبقى 2000 في 4 ده البي سي دبليو اس بتاعها. مظبوط. تمام، شكرا لحضرتك.
العفو ميرسي ليك، شكرا. زائد 4000 في 5 ايام زائد 1000 في 6 ايام يطلع لي 34000. ده كده اسمه البادجت كوست ورك سكادول. يبقى هو الفلوس اللي كانت على الورك اللي انا عامله له سكادول او عامله له بلان، عشان كده بنسميه يا بي سي دبليو اس يا بي في بلاند فاليو. انتوا في السنه دي سيبكم من البي في، انا بعرف بقول البي في دي انه في ناس منكم بعد كده ان شاء الله ممكن هتحب تشتغل في المانجمنت او هتعمل مشروع مانجمنت السنه الجايه، فبحب اديكم الترمينولوجي عشان لما تدوروا بعد كده في سايتس او في حاجه ما تحسوش ان الحاجه غريبه عليكم او انتم مش عارفينها، تبقوا عارفين ان الحاجه دي انتوا درستوها بس باسم مسمى تاني. تاني ترمينولوجي هناخدها النهارده اسمها البي سي دبليو بي، اللي هو البادجتد كوست ورك بيرفورمد، او احنا بقى بنسميه الايرند فاليو. ده يا جماعه بيعتمد على البرسنتج بتاعت الكومبليشن، يعني ده البادجت كوست، الفلوس اللي انا حطاها في البادجت بتاعتي للشغل اللي اتنفذ، سوري ايوه للورك بيرفورم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو قال لي انه اكتيفيتي ايه خلصت 100% يبقى هحاسبه على 100% من ال 2000 في الاربعه. لو قال لي اكتيفيتي بي خلصت 80% وسي 50% هيبقى نسبه البروجرس ده من السعر اللي كان في السكادول، يعني هقول 4000.8 في 5 ايام بلس 1000.5 اللي هي 50% في 6 ايام تطلع لي 29000. يبقى ده البادجت كوست للورك بيرفورمد، يبقى ده العمل اللي اتعمل بالفعل على حسب الايه الاسعار اللي انا كنت حطاها في السكادول بتاعي. طيب ايه بقى الاكتوال كوست ورك بيرفورمد؟ الاكتوال كوست ورك بيرفورمد دي الفلوس اللي اتصرفت بالفعل على البند، مش اللي كنت مقرر اصرفها. يعني انا لو انا بصيت على البند ايه ده اللي ابتدى من 0 ل 4، انا كنت مقرر ان هصرف عليه 2000 جنيه، هو ممكن في الحقيقه في السايت يكون اتصرف عليه 2100. الاكتوال كوست ورك بيرفورم ده الاكتوال كوست اللي اتصرف فعلا. فمثلا فور اكزامبل البادجت كوست ورك سكادول كان 34000 جنيه، ممكن يكون الاكتوال كوست ورك بيرفورمد اللي اتصرف في السايت، وده بيجيبوها يا جماعه من البروجكت تراكنج، بيشوفوا بيتابعوا المشروع. انتوا عارفين ان المشروع في السايت بيبقى طبعا اي حاجه اي بروجرس بيحصل فيه بيبقى فيه استشاري بيستلم وبيبقى فيه الماليه وهكذا، بيعرفوا بيقدروا يعرفوا بالظبط الاكتوال كوست على الشغل اللي تم. فلاقوها 35000، ودي دايما في الامتحان يا جماعه هتبقى ليكوا جيفن، لان دي انتوا مش هتعرفوا تحسبوها. البادجت كوست ورك سكادول والبادجت كوست ورك بيرفورمد انتوا تقدروا تحسبوها. لو الدكتور اداكوا البار تشارت زي كده انتوا هتطلعوا منها البادجت كوست ورك سكادول عادي جدا. لو اداكوا البار تشارت واداكوا نسب معينه هتضربوا النسب في البار تشارت تقدروا تحسبوا البادجت كوست ورك بيرفورمد. يبقى اللي دايما لازم ما ينفعش تجيبوها في الامتحان هي الاكتوال كوست ورك بيرفورمد، لان دي حاجه بتبقى من الحقيقه فعلا في السايت فانتوا ما تقدروش تعرفوها. طيب ايه بقى الغرض اصلا يا جماعه من كل المسميات دي؟ الغرض من كل ده عشان ما تتلخبطوش في الترمينولوجيز الكتيره قوي اللي في الدرس ده، هو ان انا ببقى عاوزه اعرف حاجتين. هل أنا النهاردة في المشروع في النقطة اللي أنا واقفة فيها دي أنا متأخرة عن البلان، ولا أنا سابقة البلان، ولا أنا على البلان بالظبط من ناحية الوقت؟ وطيب بالنسبة للفلوس، هل أنا صرفت قد البادجت اللي في إيدي بالظبط، ولا أنا وفرت فلوس، ولا أنا صرفت أزيد؟ التلاتة كيسز في الوقت أو في التلاتة كيسز بتوع الفلوس دول بعرفهم إزاي؟ مش أنا عندي، انا قلت ان انا عارفه البي سي دبليو بي والبي سي دبليو اس والاي سي دبليو بي، قالوا لي انه من الحاجتين دول انا بقدر احسب حاجتين، حاجه اسمها السكادول فارينس او التايم فارينس، وحاجه اسمها الكوست فارينس. يعني قد ايه عندي فارينس يا جماعه؟ انتوا درستوها اكيد في الاستاتستكس وقبل كده. الفارينس اللي هو فرق بين حاجتين، فارينس يعني قد ايه حاجه تفرق عن حاجه. فالسكادول فارينس يبقى قد ايه البادجت كوست ورك بيرفورمد
يفرق عن البادجت كوست ورك سكادول. الشغل اللي اتنفذ فعلا يفرق ايه عن الشغل اللي انا كنت حاطه في السكادول؟ طيب لو الفرق دو طلع، لو هما الاثنين قد بعض، البادجت كوست ورك بيرفورمد اللي اتنفذ قد اللي انا حطاه في السكادول، يبقى ساعتها انا اون تايم. لو الاس في ده ايكوال زيرو يبقى انا اون تايم، اللي اتنفذ في السايت هو اللي انا مخططاه. طيب ايه بقى لو انا تخيلوا ان انا البادجت كوست ورك بيرفورمد بتاعي اللي انا نفذته في السايت اكبر من اللي انا كنت مخطط له، الرقم ده هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تاني يا جماعه، حاولوا تردوا عليا. لو البادجت كوست ورك بيرفورمد اللي اتنفذ في السايت رقم اكبر من البادجت كوست اللي انا كنت عامله له سكادول في السكادول بتاعي، ساعتها الرقم ده هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف السكادول فارينس؟ بوزيتيف. مظبوط. مش المفروض هيكون ما بين الاكشوال وما بين البلان؟ نعم. مش المفروض ان هو يكون ما بين الاكشوال ما بين البلان، لان دايما هيكون البي سي دبليو بي اقل من البي سي دبليو اس، لان انا هيكون نفس الارقام بس مضروبه في برسنتج. يعني القانون ده المفروض يكون ACWP minus BCWS؟ لا، ما هو البادجت كوست ورك بيرفورم ده البرسنتجز اللي عندك دي بتبقى من اللي حصل في السايت، يعني ده البروجرس بتاع الاعمال، قد ايه من البند خلص في السايت، ممكن في السايت يسبقه فور اكزامبل. يعني انا كنت مديهم للبند ده يومين، هم خلصوه في يوم ونص. فاهم قصدي يا عم؟ يعني بالشرط، يعني هيختلف اصلا. صح يعني بالظبط. انت لو كان قصدك على الاكزامبل ده، لا انا الاكزامبل ده بديك نسبه للبروجرس مثلا في السايت، انا بقول لك ازاي تحسبه بس كاكزامبل. لكن ما هو لو البند مثلا ال 100% دول انا كنت حطاهم في السكادول يخلصهم في 5 ايام، هو خلصهم في 4، كده سبق. فيبقى ساعتها هضرب في 3 مثلا، او يعني رقم اقل، فهيقل الرقم ده، هيقل البي سي دبليو بي هيبقى اقل من البي سي دبليو اس. لكن عشان الاكزامبل ده كان ارقام ثابته للديوريشن، كان بس الاختلاف في البرسنتج، فلازم هيكون بي سي دبليو بي اقل من بي سي دبليو اس. ساعتها البادجت كوست للورك بيرفورمد لو هو اكبر من البي سي دبليو اس هيبقى بوزيتيف، فمعناها ان انا سبق الجدول الزمني. انا الغرض من هنا ان انا عاوزة اعرف الوقت حصل فيه ايه، فلو انا الوقت بتاعي سابق يبقى بوزيتيف الجدول فارينس. طيب لو البي سي دبليو بي بتاعي انا اتأخرت يطلع بنيجاتيف، يبقى معناها ان انا عندي ديلي لانه اتأخرت في الوقت. اجي بقى في الكوست فارينس، انا بقى ده كده كسكادول كوقت، عاوز اشوف انا في الفلوس حصل ايه، هاجي اشوف الاكتشوال كوست، السعر الحقيقي اللي اتصرف على الاعمال ده. السعر الحقيقي اللي اتصرف على الاعمال ده مثلا 35,000 جنيه. طيب البادجت كوست للورك بيرفورم بتاعي كان قد ايه؟ البادجت كوست للورك بيرفورم كان 29,000. فهيقول مثلا، هيجي يعملهم ماينس بعض ويشوف، لو انا الكوست فارينس طلع بوزيتيف معناها انه حوش فلوس، لو طلع نيجاتيف معناها انه هو دفع اكتر، لو طلع زيرو يبقى معناها انه حصل لي بالانس. طيب لمعلوماتكم انتوا، في الحقيقه في مسميات هنا انا مش هشرحها، انا بس هحطها لكم للناس اللي بعد كده عايزه هتبقى تكمل في الموضوع، انه في الحقيقه بقى بيقيسوها بحاجات تانية ساعات بيسموها البرفورمانس اندسز، اللي هي معايير الاداء بتاعي. معايير الاداء بتاعي دي انا بقيسها بايه؟ ان هما بيحطوا البادجت كوست للورك البرفورمد على البادجت كوست للورك سكادولد، لو لقوا الرقم ده اقل من 1 معناها انه البادجت كوست للورك سكادولد كان اقل من اكبر سوري من البادجت كوست للورك بيرفورم، فيبقى بور بيرفورمانس. طيب لو الاس بي اي اكبر من 1، عشان دي تطلع اكبر من 1 يبقى الرقم اللي فوق لازم يبقى اكبر من الرقم اللي تحت، يبقى البادجت كوست للورك بيرفورم اعلى من البادجت كوست للورك سكادول، يبقى معناها انه
انا في السكادول بتاع الشغل اللي performed انا سابقه عن اللي كنت عامله له سكادول في الاصل، يبقى انا كده في السكادول سابقه كوقت. طيب كفلوس عشان اقارنها بفلوس، هقارن البي سي دبليو بي مع الاي سي دبليو بي. لو الرقم دوت اقل من واحد معناها ان الاي سي دبليو بي اكبر من البي سي دبليو بي، يبقى معناها ان البرفورمانس بتاعي وحش. لكن لو السي بي اي بتاعي اكبر من واحد معناها ان البي سي دبليو بي اكبر من الاي سي دبليو بي، يبقى البادجتد كوست للورك بيرفورمد اكبر من الاكتوال، يعني اللي انا صرفته في الحقيقه اقل، فانا كده وفرت فلوس. دول كده يا جماعه بس just for your knowledge، مش عليكم في الامتحان، عشان كده انا كاتبه لكم for knowledge عشان وانتوا بتحفظوا القوانين او بتتعاملوا مع القوانين. تعالوا بقى سيبكم بقى من اللي انا انا بس في التايم فارينس انا مش مقتنع بان هو لو طلع بوزيتيف يبقى انا كده سابق المشروع. يعني تعالى يا باشمهندس ندي اكزامبل، مثلا نفس الاكزامبل حضرتك كنت مدياه بس نخليه اكتيفيتي واحد بس اللي هو اول اكتيفيتي. لو ممكن نرجع لاول طب هقول لك حاجه يا عمرو، ممكن تستنى دقيقه واحده بس اشرح الكيرف ده، افتكر هيجاوبك على كل اسئلتك. خلاص تمام اوكي، هشرح الكيرف ده ولو ما وصلتش انا معاك مفيش اي مشاكل، يعني نقعد نجاوب زي ما انت عايز. بس هو المصطلحات نفسها بتبقى صعبة، لو فهمناها هنا بقى بمنظر أو بأرقام الدنيا هتبقى سهلة. طيب نيجي نشوف يا جماعة إيه غرض الكلام ده اللي أنا بقوله، إن هو for example فاكرين بقى، تعالوا نفتكر أنا لما كنت بنحسب الكاش فلو، حد فاكر آخر نقطة في الكاش أوت كنا بنسميها إيه؟ BAC. مظبوط، برافو عليك يا عمر، اهي مكتوب عليها budget at ايه؟ at completion. الكيرف ده اللي بالموف يا جماعة ده ال BCWS اللي هو ال planned value، اخر نقطة فيه هو ال budget at completion، وده بيجاوب نفس اللي احنا شرحناه فوق. قلت لكم ان احنا لو جمعنا اسعارهم في الزمن بتاعهم هنوصل للبي سي دبليو اس، صح؟ تمام. طيب يبقى اهو ده البي سي دبليو اس، اهو اخر نقطه فيه اسمها بادجت ات كومبليشن. حلو، لحد هنا في اي مشاكل؟ تمام. ده البي سي دبليو اس، تمام. ده البي سي دبليو اس، اوكي. ده البي سي دبليو اس ده كده ده اللي هو البلاند فاليو. الفكره كلها بقى من الدرس ده ايه؟ انه انا عاوزه اعرف انا واقعه فين من البلاند فاليو. فاحنا فور اكزامبل لو هو طلع عند يوم توداي النهارده، النهاردة هو شاف كل حاجة اتصرفت في المشروع كأكتشوال كوست فعلا، تمام؟ كأكتشوال كوست فعلا النهاردة اتصرف قد ايه؟ ده الجدول، سوري، ده الكيرف الأخضر اللي هو فوق، ده اللي احنا ممكن نسميه الـ ACWP. لغاية كده يا جماعة واضحة بس ككيرف؟ تمام. الـ ACWP ده اللي هو المفروض هيصرفه؟ الـ ACWP ده دي الفلوس اللي اتصرفت في الحقيقة على البنود دي. يعني هو مثلا عند time today النهاردة، خلونا نتكلم كفلوس، لو كان عامل ان البلان يتصرف 50,000 جنيه، هو في الحقيقة صرف 60,000 جنيه أو 65,000 جنيه، اللي هي النقطة الخضراء اللي خبطة في اللاين الأسود اللي طلع من تودي. تمام، ماشي، تمام، أوكي. طيب نسبة الأعمال اللي اتنفذت، نسبة البروجرس كوقت جاب لي
البي سي دبليو بي اللي هو اخر كيرف تحت، يعني اللي تنفذ البي سي دبليو بي ده الاكشوال، سوري البي سي دبليو بي ده العمل اللي اتعمل بقى بالفعل، ده اللي هو على البرسنتج كومبليشن بتاعتي. فهو جاب لي نقطه تانية عند النقطه الصفراء. تعالوا بقى نشوف على الكيرف الفرق بين دايما انا بربط كل حاجه بالبي سي دبليو بي، الفرق بين البي سي دبليو بي والبي سي دبليو اس هو ده الفرق. السكادول فاريانس هي مرسومه حتى هي كده بالموف ومكتوب لكم عليها سكادول فاريانس. فلو كان البادجت كوست ورك بيرفورمد هو السكادولد، كانت النقطه الصفراء هتكون على النقطه الموف بالظبط، وساعتها كنت هبقى اون تايم. لكن انا يا جماعه لو هي طلعت لي بنيجاتيف، عمرو دي بقى هتجاوب على سؤالك، لو هي طلعت لي بنيجاتيف خليك تاكسبرس ان البي سي دبليو بي مثلا هنا، خلينا نقول قول اي سعر انت، حط الاسعار للنقطه الصفراء والموف والاخضر، هنقول مثلا 10,000 40 50. تمام. طيب انت لو قلت 10,000 دي البي سي دبليو بي صح؟ تمام. البي سي دبليو اس ب 20 مثلا؟ اوكي يبقى كده نيجاتيف. 10 ناقص 20 يبقى نيجاتيف. نيجاتيف عندك تقول لك ايه؟ ان انت بيهايند سكادول، عندك ديلي. فهمت قصدي ليه نيجاتيف وبوزيتيف؟ ماشي. او يعني على تكمله الكيرف فعلا هو هيخلص بعد البي اي سي، يعني لو كملنا كده مع نفس الكيرف اللي هو تحت البي دبليو اس بالظبط. بص بقى هو الفرق اللي خلص فيه، مثلا لو هو حتى مكتوب لك عليه سكادول سليب، يعني مثلا كان المفروض يخلص عند اخر النقطه الموف دي لما تقطع الاكس اكسس عند التايم، يخلص مثلا عند 50 اسبوع، هو هيخلص عند 54 اسبوع لو مشي على نفس الايرند فاليو ده. يعني earned value ده يا جماعة كأني برسم كيرف تاني للسكادول بس بالكيس اللي أنا شفتها الحقيقية. يعني هو اللي كان planned إنه يوصل للموف بس أنا اللي مخلصاه فعلا عند الأصفر. فأنا لو مشيت بنفس معدل الموف ده بالأصفر أنا كده عمري ما أخلص في وقتي. فهي طول انا منها بشوف انا واقع فين عشان اعرف انا محتاج اعمل كنترول على ايه. ده انا كده لو كملت بنفس الريت بتاعي اللي انا كنت مخططاه انا كده هتاخر 5 اسابيع تاني على المشروع. لا ده انا كده محتاجه بقى اعمل الدرس اللي احنا اتعلمناه المره اللي فاتت، محتاجه مثلا اعمل كراشنج لانه كريتيكال اكتيفيتيز اللي كانت هتخليني الموف يخلص عند 50 دلوقتي هي بالظبط لو مشيت عندها من الاصفر النهارده انا هخلص عند 55. فانا عايزه اضغط الدنيا دي الخمس اسابيع عشان برضو انا عايزه اخلص هنا. فالنقطه اللي احنا طلعناها دي يا عمر اللي هي اخر الكيرف الموف دي كانت اسمها البادجت ات كومبليشن، صح كده؟ تمام. طيب بالنسبة لبقى الكوست الفلوس بقى الحقيقية اللي حصلت ايه؟ لا ده انا الفلوس الحقيقية اللي انا كنت مدبرة ان انا هصرف لها 10,000 ده في الحقيقة بقى كمان لقيوا ان هي كفلوس خدت 50,000. فانا لو مديت الكيرف ده للاخر هلاقي ان انا ما خلصتش بالبادجت اللي انا كنت محددها قبل المشروع، ده انا هخلص بقيمة تانية اعلى بكتير. يسموها الاستيميت ات كومبليشن. ما هو ليه استيميت؟ لان انا واقفه النهارده وعماله برضو اتخيل سيناريو لاخر المشروع، انا فعلا لغايه اخر المشروع لسه مش عارفه بالظبط ايه اللي هيحصل. ما هو يا جماعه هي ليه الحاجات دي تريكي شويه؟ الحاجات دي تريكي لان هو عمل بلاننج قبل ما المشروع يبدا، فبعد ما المشروع ابتدى يبدا هو عايز يعمل كنترول، عايز يحاول يلم الدنيا انه يمشي اللي في الحقيقة مع اللي في البلان.
ففي اي يوم بيجي يعمل اسسمنت للكلام ده هو برضو في الفيوتشر مش عارف، فهو عشان كده سماها هتبقى استمت ات كومبليشن. ودايما بيقولوا بقى في الناس اللي بتكمل في الشغل في المجال ده بتبقى مصطلحات معروفة جدا. المانجمنت بيبقوا عايزين يحطوا فلوس للمشاكل، انه طب ما هما المشروع احتمال يقفل مني على مبلغ اكتر. الكونتراكتور بيبقى عارف كده، لازم يبقى عامل حسابه انه في ريزيرف او في فلوس شايلها للكلام ده، والا هتاخد من البروفيت بتاعه. فساعتها يقول انه الاستيميت ات كومبليشن اللي هي النقطه الخضر ماينس البادجت ات كومبليشن اللي هي الاخر نقطه الموف، الفرق ده اسمه variance at completion، اسمه الفرق في الفلوس عند النهاية. كل ده ككيرف وكمعادلات SPI و CPI مش عليكم، انتوا اللي مطلوب عليكم ان انتوا تحسبوا SV والCV. ودايما يا جماعة الحاجة اللي انا بقارن بينها بيها هي ECWP، هي ثابتة في الاثنين. مرة بقارنها work schedule الفرق في الجدول كوقت، ومرة بقارنها بالاكتشوال كوست بالفرق. ان تعرفوا ان انتوا مش هيجيلكوا في الامتحان سؤال يقول لكم ارسموا لي الكيرف ووروني الكوست فارينس ووروني السكادول فارينس والبادجت ات كومبليشن والفارينس ات كومبليشن. كل ده مش عليكم، انا بس بحس دايما انه الحاجه لما بتتقال قوانين لكم معلومه اكتر. باشمهندس هو الصوت بيقطع معلش شويه، بدا يقطع. ايه الهدف من في لاج؟ هو كده الصوت اختفى خالص. انتوا معايا يا جماعه؟ اه كده الصوت رجع تمام. كده الصوت احسن ولا لسه سيء؟ لا هو رجع كده تمام. خلاص تمام. باشمهندس عايزك عندي سؤال. اه اتفضل يا فادي. انا دلوقتي الكيرف الاصفر ده انا مش فاهمه، يعني الكيرف اللي هو اللي فوق خالص ده الكوست اللي هو الكوست، والكيرف اللي في النص اللي هو الاكشوال. طب الكيرف الاصفر ده بيعبر عن ايه؟ الكيرف الاصفر ده بيعبر عن الـ earned value. الـ earned value ده يعني ايه؟ يعني بيعبر عن العمل اللي اتعمل بالفعل اكورد. يعني انت هنا مثلا كنت في البلان مخطط انه السكادول بتاعك هتخلص الاربع ايام بتوع اكتيفيتي ايه بعد اربع ايام، البي هتشتغل من 3 ل 8 هتخلص في 8. لو انت النهارده نزلت لقيت انه بي خلصت ما خلصتش ال 8، خلصت لغايه 6 بس، وانت في اليوم الثامن، ساعتها هتضرب ايه؟ هتضرب ال 4000 دول في 6 ناقص 3 في تايم ب 3 بس، صح؟ فهيجيب لك رقم اقل من البي سي دبليو اس. تمام جميل. بس ده اكوردنج لايه؟ اكوردنج للبادجت اللي انت كنت مخطط لها في البلاننج، بس للعمل اللي اتنفذ فعلا. لكن الاكتوال كوست ورك بيرفورمد ده السعر اللي اتدفع بقى فعلا في الحقيقه. يعني مش انت لما جيت كنت قاعد تعمل بلاننج حطيت مثلا ان اكتيفيتي اي دي ب 4000 وبي حطيتها ب 2000 وبي ب 4000، نزلت عند اليوم الثامن مفروض السكادول بتاعك عند اليوم الثامن اللي هو البي سي دبليو اس بتاعك تلاقي فيه ال 2000 مضروبه في الاربعه زائد ال 4000 مضروبه في 5 ايام زائد ال 1000 مضروبه في 4 ايام، صح؟ تمام. انت نزلت لقيت الانجاز اللي فعلا حقيقي حصل في اليوم الثامن ايه؟ ما خلصتش الخمس ايام، خلصت 50% بس، وسي ما خلصتش لغايه 8 الاربع ايام بتوعها، اشتغلت يوم بس.
ساعتها هتحسب البي سي دبليو بي، البادجت كوست، البادجت كوست البادجت اللي انت عامل له بادجت مش الاكتشوال، بس للورك للعمل اللي تنفذ فعلا. فساعتها هتقول 2000 في 4 زائد 4000 في يومين بس او 3 لان هي ما اشتغلتش الثمانية للاسف، زائد ال1000 في يوم، صح؟ تمام. ده يطلع لك رقم اقل من لو كانت ل8 خلصت كله ولا لا؟ كده هيطلع لي المفروض رقم اقل. صح، اللي هو على الكيرف هنا هيبقى النقطه الصفر. اوكي ماشي. يعني ده يعني الكيرف الاصفر بيبقى عباره عن ريبريزنتيشن، تمثيل للعلاقه ما بين التايم وما بين الاكشوال اكتيفيتي او الاكتيفيتيز اللي تمت. الكيرف الاصفر ده لو عاوزني اقوله لك في جمله هيبقى برسنتج البروجرس اللي حصل للاكتيفيتي على الاسعار اللي كانت محطوطه في السكادول. برسنتج، تمام. يبقى مش المفروض، طيب يبقى المفروض الواي بتاعته هتبقى مختلفه، مش هتبقى كوست بقى، المفروض هتبقى برسنتج ولا ايه؟ مفروض ايه؟ سوري يا فادي، المفروض الواي اللي هو الواي اكسيز هتبقى بالبرسنتج مش كوست ولا ايه؟ لا هتبقى فلوس. ما انا هقول لك حاجه، ما هو لو خلص 50% من بند ب 4000 يبقى كانه خلص ب 2000، صح؟ 2000، تمام تمام صح كده. فانت كانك حولتها فلوس. فمثلا الرقم ده طلع لك ب 10000، والرقم الموف اللي هو البي سي دبليو اس اللي انت كنت عامله كان ب 15000، يبقى معناها انه اللي تنفذ في السايت على الاسعار اللي كنت مسعراها السوري ايوه 15، اللي البرسنتج اللي تنفذت على الاسعار اللي كنت مسعراها جابت لي 10000 جنيه، لكن البرسنتج اللي كانت مفروض تتنفذ على الاسعار اللي انا مسعراها مثلا ب 15. الاكتشوال بقى اللي هو الاخضر، لما نزلت بقى السايت فعلا وشفت المواد اللي جابوها بقى بجد، كان المقاول مسعر الحديد مثلا ب 13000 الطن، الحديد بقى ب 13200، ما هو ال 200 دي هو اللي هيتحملها، يبقى اللي هو كان حاسب عليه الاكتيفيتي زاد شويه، ده بقى الاكتشوال هو الاخضر. يبقى انا بربط الثلاثه دول ليه؟ عشان احاول اعرف انا صارف ازيد ولا صارف اقل، متاخر ولا بدري. فهمت قصدي؟ تمام وصلت كده، شكرا. تمام 100 100. عمرو وصلت ولا لسه حاسس ان انت عايز تسال؟ انا فاهمها من الجراف يا باشمهندسه، بس في يعني في الاكزامبل اللي فوق ده لو رجعنا عنده هنلاقي دايما السكيدول سكيدولد فاريانس، لو هو يعني هو دايما هيطلع نيجاتيف، لو هو متاخر هيطلع بوزيتيف. يعني لو رجعنا نفس الاكزامبل فوق يا باشمهندسه، معلش يعني نرجع بس اقول لحضرتك، لو هو اكتيفيتي واحده بس اللي هي ال 2000 دي حلو، وهي على 4 ايام، لو بقت 5 ايام يبقى هو كده اتاخر، يبقى البي سي دبليو بي هيكون كام؟ هيكون ازيد، رقم ازيد، فلما اجي اطرحه من البي سي دبليو اس هيكون بوزيتيف، فساعتها لما حلو قوي. لا اوقف بالظبط على اللي انت قلته، البي سي دبليو بي عند 4 ايام هيبقى ايه؟ هيبقى 4 من 5، هيبقى 80%، فهيبقى اقل كقيمه من البي سي دبليو اس. فالقيمة القليلة ماينس القيمة الكبيرة تديك نيجاتيف. يبقى يعني انا هو عندي دايما 2000 في 4. ما هو اللي انت قلته ده بالظبط صح، انت ال 2000 دول بقوا في 5 مش في 4، صح؟ فهتقل في اليوم يعني؟ يعني هتقل قيمة الاكتيفيتي بير 1 داي؟ قيمة انجازك ما بقتش اللي انت كنت هتخلصه في 4 ايام، خلصته في 5. تمام، انت خلصت 80% من البند، لان انت اصلا كنت مفروض تبقى مخلص 100%، فالبي سي دبليو بي بتاعتك بقت قيمه اقل من البي سي دبليو اس كسكادول. فساعتها الكوست في اليوم هيبقى 1800 مثلا، فساعتها عند اليوم الرابع او عند الويك الرابع 4 في 1800 بدل 4 في 2000، صح؟ انا فاهم صح؟
بالظبط لانه كان انت قسمت الـ2000 على 5 مش على الـ4 لان انت اتاخرت. بالظبط. انا عيد المقاول هتخلص الشغلانه دي ب 8000 جنيه في 4 ايام، هو خلصها في 5 ايام برضو هياخد نفس ال 8000 جنيه، فيبقى كده التسعيره في اليوم الواحد هتقل، فيبقى ماشي تمام. فهمتها؟ وصلت؟ تمام بشوف. وصلت تمام. احنا معلش يا جماعه، هو بجد الدرس ده صعب، يعني انتوا حقكم عليا انه الاكسبريشنز بتاعته كتير جدا وعلمه كتير قوي، اصعب من انه يوصل يعني كل نقطه منهم الواحد ممكن يقعد فيها كتير جدا، بس للاسف انا محدوده. اللي بيمسكني في الاخر انه في امتحان وبيبقى هممني اوصل لكم برضو طريقة الحل على قد برضو ما فهمكم، عايزاكم المسألة اللي تيجي تبقوا عارفين تحلوها، فسامحوني ووقفوني لو في حاجة واقفة، بس إن شاء الله أنا جايبة لكم مسألة بالأرقام بكل حاجة، أنا حاسة إنه يعني ممكن الدنيا توضح بعديها، لو في حاجة بعدها برضو نرجع لها تاني. اتفضل. هسأل سؤال بس معلش. تمام. هو أنا دلوقتي مثلا البي سي دبليو اس، تمام؟ حضرتك سامعني ولا؟ ايوه تمام. انا مثلا المفروض اصرف 10000 في شهرين، تمام؟ انا جيت مثلا انا سامعاك يا محمد، اتفضل. تمام ماشي. انا بقول لحضرتك انا مثلا كنت اصرف 10000 في شهرين اللي هو البي سي دبليو اس، حلو؟ حلو. طب جيت انا مثلا بعمل بعد شهر بشوف انا صرفت كام، فالمفروض ان كان الطبيعي بتاعي عشان ابقى اون تايم اصرف 5000، لقيت نفسي مثلا صرفت 4000، يبقى انا كده البي سي ده، يبقى انا كده البي سي دبليو بي اعلى، فانا كده معدي الواحد، صح كده؟ ولا انا اللي غلط؟ صرفت اللي انت حسبته طلع 4، يعني من بروجرس الاكتيفيتيز على السعر اللي انت حطه في السكادول طلع 4، وانت مفروض كنت تبقى 5. يبقى البي سي دبليو بي اصغر من البي سي دبليو اس، يبقى معناها ان انت عندك ديلي، متاخر عن جدولك. انت كنت مفروض تخلص حجم اعمال ب 5000 جنيه، خلصت حجم اعمال ب 4، يبقى انت متاخر طبعا. ما انا بقى هنا دي انا مش فاهم دي ازاي. انا المفروض ان انا خلصت بسعر اقل، يعني خلصت مثلا في المده دي انا كنت المفروض اخلص ب 5000، لا انا ارخص. لا، خلي بالك من حاجه يا محمد، خلي بالك من حاجه، انت دلوقتي بتقارن الاثنين بنفس السعر ولا لا؟ بتقارن الاثنين بنفس السعر. انت مثبت السعر، يبقى اللي اختلف انجازك في الاكتيفيتي كوقت، لان انت مثبت السعر. انت اللي انت بتقوله ده صح وينطبق لو انت بتقارن باكتشوال كوست اتنفذت في السايت. انت عمال تقارن لسه بال2000، فانت لو مفروض في اليوم الخامس في المشروع على الاسعار دي، في اليوم الرابع خلينا نقول، هتكون مخلص 2000 في 4 يعني 8000 زائد 4000، المفروض تبقى مخلص حجم اعمال ب 12000 جنيه، اوكي؟ اوكي. على نفس الاكتيفيتيز دي بنفس اسعارها انت مخلص حجم اعمال ب 10000 جنيه، يبقى انت متاخر عن الجدول، يبقى لسه في اعمال انت كنت مفروض تبقى بدات فيها وخلصتها فتخش لغايه اليوم الرابع سعرها وانت مخلصتهاش. امال انا امتى ابقى مثلا لا انا مخلص بال 10000 فانا مخلص يعني احسن؟ حضرتك فاهم قصدي؟ مخلص احسن لما تيجي عند اليوم الرابع. واحد معايا امبارح، انت المفروض كنت تبقى مخلص حجم اعمال ب 12000. انت مخلص ب 12000 ونص، انت مشيت في اكتيفيتي بي ازيد، يعني كنت اسرع وخلصت جزء اكبر منها. يعني انا بقارن بحجم اعمال بالنسبه للمده، مش لا انا بقارن انا دفعت كام، لو دفعت اقل يبقى انا كده افضل، لا انا كده بقارن. تمام كده وصلت. تمام. في البي سي دبليو اس وفي البي سي دبليو بي انت بتقارن سكادول مع بلان في الوقت، لان هو بص الاثنين اسمهم ايه، بادجتد كوست، يعني التكلفه اللي محطوطه في البادجت اللي انت عاملها في البادجت بتاعتك، لكن الاكتشوال دي التكلفة الفعلية بقى اللي انت صرفتها، التانية دي كانت في البادجت في اللي انت حطيت له فلوس. فهمتني؟ فهمت حضرتك. تمام. فسعر البند كان ثابت، يبقى حجم العمل لو اقل، يعني لو حاصل ضرب البادجت في التايم
عند نفس التايم اللي انا مثبتاه طلع لي قيمه اقل، معناها ان انا لان هو بنفس الفلوس معناها ان انا ما نفذتش الايام دي، يبقى انا متاخر. لو طلع ازيد على نفس الفلوس دي، لان انا ما بتكلمش على الاكتشوال دلوقتي، انا بتكلم على البادجت، معناها ان انا سرعت في التنفيذ اكتر، يبقى انا سابق في الوقت. تمام. وضحت يا جماعه شويه؟ تمام يا باشمهندس. طيب تمام. طيب ايه الهدف بقى يا جماعه من كل ده؟ دلوقتي انا واقف عند تايم تو داي، صح؟ هدفي يا جماعه ان انا اشوف الكيرف الدوتد ده، هو معمول دوتد لسبب، لانه البلاند ده معمول لاين سليم علشان ده انا عارفه من قبل ما المشروع يبدا، صح؟ التانيين دول انا بطلعهم لما المشروع يبدا والاقي الحقيقه واللي بيحصل في السايت غير اللي انا عامله بلان، فبحاول الم الموضوع انه ما يبعدش عن البلان. عشان كده الاصفر ده هتلاقوه دوتد والاخضر ده هتلاقوه دوتد. ليه بقى؟ لانه الاصفر ده بجيب منه حاجه جديده اسمها التي، والاخضر بجيب منه حاجه اسمها السي. ايه السي وايه التي؟ انا يا جماعه من الاخر كل ده بيتعمل عشان يحصل الكنترول. انا عايزه اعرف المشروع بقى بعد اللي بيحصل في السايت ده، لو انا كنت حاطط له 54 اسبوع يسلم فيهم، هيسلم عند 54 ولا هيسلم عند 52 ولا هيسلم عند 60 ولا 80؟ يبقى الهدف كله ان انا عاوزه اطلع التايم بتاعي الجديد والكوست الجديد بتاع المشروع. واضح جدا اهو ان انا لو مشيت بنفس الاكتشوال كوست اللي عماله تحصل في السايت ده، انا هخلص بقيمه اعلى بكتير من اللي انا كنت حاططها في البادجت. طب الاستيميت ات كومبليشن بتاعي ده هيفرق عن البادجت ات كومبليشن قد ايه؟ الاستيميت الجديد اللي انا هخلص عنده هيبقى 50 مليون بدل ما انا كنت حاطه للمشروع 40. طب مين هيتحملهم؟ هيتاخدوا من البروفيت بتاعي ولا انا كنت حاطه لهم ريزيرف ولا هيحصل ايه؟ الكلام ده هو القانونين دول. انا عارف انه لو الاس في والسي في بتاعتي بوزيتيف وبوزيتيف، معناها ان انا سابق في الوقت وموفر في الفلوس، فده بيرفكت بي ام. بروجكت مانجمنت ما حصلتش. ايه البروجكت مانجمنت اللي خلت ان اللي في السايت اللي بيحصل احسن من اللي انا كنت حاطه في البلان ده؟ ناس هايله. طيب لو طلعت نيجاتيف، نيجاتيف زي الزفت، ما بعملش مانجمنت، ما انا الكوست اتدمر والوقت اتدمر، فانا حطيت بلان وبعد كده الحمد لله الحقيقه ماشيه حاجه تاني خالص. طيب انا بقى عاوزه اعرف التايم والكوست عند اي وقت بقف عنده اللي هخلص عندهم فعلا. فبنقول انه التي نود والسي نود دول اللي كانوا في السكادول الاصليين، اللي هو لو جينا وقفنا هنا عند الكيرف الموف، نزلنا بخط يقطع الاكس اكسس عند النقطه دي، ده التي نود. ليتس سي مثلا هي 20 اسبوع، ساعتها التي فاينل اللي هي الاخضر هتبقى 24 اسبوع. طيب السي نود هي القيمه اللي لو قطعت بخط الواي اكسس عند الكوست، لو قطعته عند 30 مليون اللي هو الخط الموف لما يقطع الواي اكسس اخر نقطه 30 مليون. انا لو خلصت عند الاستيميت ات كومبليشن اللي هي مثلا 40 مليون اللي هو الخط الاخضر ده، يبقى معناها ان انا صرفت 10 مليون زياده. الهدف كله ان انا عاوز اجيب ده. عملوا له قانون، قالوا لو انت عارف التي نود اللي انت حاططها في السكادول اضربها في البادجت كوست ورك سكادول ده على البادجت كوست ورك بيرفورم، تعرف هتخلص امتى. طيب تعالوا نفهمها من غير حفظ. هو مبدئيا يا جماعه القانونين ليكوا عشان وانتوا بتحفظوا، يعني البي سي دبليو بي دايما تحت. طبعا في السكادول لو بقارن تايم هحط البي سي دبليو اس، بقارن كوست هحط الاي سي دبليو بي، ودي مضروبه في التي نود ودي مضروبه في السي نود. طيب تعالوا نشوف الوقت ده، التي هتساوي التي نود امتى؟ لما البي سي دبليو اس يبقى هو البي سي دبليو بي، صح؟ يعني اللي كان محطوط في السكادول هو بالظبط البادجت كوست للورك اللي اتنفذ فعلا.
لكن لو البادجت كوست للورك اللي في السكادول اعلى من البادجت كوست للورك بيرفورمد، معناها ان انا نفذته كان اقل من اللي مفروض انفذه، فانا عندي تاخير، عندي ديلي. ده معنى القانون. انتوا مش عليكم اللي انا كاتباه ده، انا بس بحاول اسهل لكم الكونسبت. طيب نيجي نفس الكلام للكوست. اتفضل. البي سي دبليو بي او البي سي دبليو اس بتتقاس دايما عند، بتتحسب دايما عند نهايه المشروع عند البي اي سي يعني، ولا عند انهي نقطه؟ لان هي بتختلف عن على كل نقطه في الكيرف. لا، البي سي دبليو اس والبي سي دبليو بي، لو انا عند عايزه اعرف التي بتاعتي، هيقول لك هات التي عند الاسبوع الفلاني، فهتقف عند الاسبوع الفلاني. الا لو قال لك التي فاينل، المشروع هيخلص عند امتى، هتبقى ساعتها البادجت ات كومبليشن. جايه حالا في الاكزامبل اهي يعني بص هنا في الاكزامبل هيقول لي ايه؟ هيقول لي بريدكت الاكسبنسز عند ويك كذا. لو قال لي عند ويك كذا يبقى لازم اقف عنده، لان انا لو حسبت الاخر المشروع هجيب حاجه مختلف. لكن لو قال لي التوتال تايم، ساعتها هحط زي ما انت بتقول البي اي سي. اوكي، واضحه؟ واضحه. تمام. طيب نكمل. الكوست بتاعي، لو الكوست بتاعي اللي انا حسبته الجديد اللي هو السي الجديده طلع هو السي نود اللي هو اللي كان في السكادول عندي، يبقى ساعتها معناها ان الاكتشوال كوست للورك بيرفورمد، السعر الحقيقي للشغل اللي اتنفذ، بيساوي بالظبط السعر اللي انا كنت حطاه في البلان بتاعي للشغل اللي اتنفذ. يبقى ساعتها اللي حصل في الحقيقة هو السعر اللي انا كنت حطاه في التسعير بتاعي. هيبقى no increase، مش هيبقى عندي اي زيادة في السعر. لكن لو الاكتشوال كوست للورك بيرفورمد اللي اتصرف بجد بقى في السايت كان اكتر من اللي المفروض يتصرف على البند ده على حسب التسعير اللي انا حطه، يبقى انا معناها ان انا عندي زيادة في الكوست، بنسميها كوست اوفررن. انه انا دافع فلوس اكتر، او انا عندي زياده في الكوست اللي هي كنت كاتبها لكم هنا. انا هنا كاتبه لكم كل الاكسبريشنز. اوفررن يعني دفعت ازيد، يعني اوفر بادجت. اندررن يعني دفعت اقل، يعني وفرت في البادجت. طيب بيحصل ايه بقى؟ بيحصل انه السي الفاينل بتاعتي بقى، انا دلوقتي لو خلصت المشروع عند تي اكبر من التي نود ده هنا طبعا افتراضا ان التي دي عند نهايه المشروع والتي نود دي المشروع عند اخره للجزء ده. لو انا التي بتاعتي اللي انا خلصت عندها خلصت عند وقت اكبر من اللي انا كنت حاطه له في البلان، هدفع بينالتي عن فرق ايه؟ فرق ايام التاخير زائد سعر المشروع الأصلي. سعر المشروع الأصلي اللي هو السي يا جماعة، والغرامة اللي أنا هدفعها عن أيام التأخير. طب أيام التأخير هي الفرق بين إيه؟ التين ماينس التينود. يعني أنا لو خلصت عند 54 أسبوع وأنا مفروض أخلص عند 50، يبقى هدفع 4 أسابيع في البينالتي بتاعت الأسبوع أو بتاعت اليوم زائد كوست المشروع. يبقى السي فاينل بتاعتي هتبقى البينالتي في عدد أيام التأخير زائد سعر المشروع ككل. طيب لو خلصت في تي أقل من تي نود، خلصت عند 48 أسبوع وأنا مفروض كنت أخلص عند 50، ساعتها هاخد بونس على اليومين دول. يبقى هاخد بونس على اليومين دول، يبقى ساعتها السي الفاينل، الكوست الفاينل بتاعت المشروع هي الكوست اللي كانت ككل ناقص يومين في البونس ده، لانه ساعتها البونس ده قلل لي من مصروفاتي، فكانه بقى ايه؟ قلل لي التوتال بتاعي. المساله بقى بتجيلنا ازاي؟ بتجيلنا مساله الدكتور بيدينا data for a small construction project is tabulated below and it's required to. هيجيب لي construction project زي اللي احنا متعودين. اظن افتكر يا جماعه طبعا الكلام ده كتله بحثا بالنسبه لكم، ولا محتاجيني اقعد اشرح ازاي ممكن نرسم البار تشارت؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام.
اداكوا التوتال كوست بير اكتيفيتي، دايركت كوست وان دايركت كوست للبند. نقدر نقسمها، نقسم ال 2000 على 4، ال 1500 على 5، ال 600 على 1، ال 1000 على 5. اطلع الكوست بير يونت تايم، اطلع الاسبوع بكام او اليوم بكام. هنا في اي مشاكل في الجزء ده ان انا هقسم كل واحدة على الديوريشن بتاعتها؟ تمام يا فندم، 100 100. طيب دي اول جزء. هيقول لي الدكتور draw the bar chart diagram and calculate the project duration. هرسم عادي جدا، اهو البار تشارت مرسومة عادي جدا، انتوا هتعرفوا تعملوا ده. تمام، وهاجي واضح كده جدا من اللي انا رسمه ده انه البروجكت ديوريشن خلصت عند كام؟ 24. عند 24. يبقى انا عرفت التي نوت، التي نوت ب 24 صح كده؟ التوتال بروجكت ديوريشن. لو رسمت الان دايركت والدايركت، اخر نقطه في الكيرف اسمها ايه؟ بادجت ات كومبليشن، صح؟ تمام، اخر نقطه اللي هي السي نود بتاعتي. طب هو الدكتور طالب ايه بقى؟ طالب مطالب تانية. اول واحد ده خلاص احنا عرفناه. تاني حاجه قال لي درو ذا كاش اوت دايجرام. لو ما قاليش درو الكاش اوت، بس جه طلب حاجه ليها علاقه بالقانون بتاع الكوست، قال لي هاتي لي الكوست الجديده ومش مديني السي نود، هجيب السي نود ازاي يا جماعه؟ هجيب السي نود ان هو مظبوط سميشن الكوست. برافو عليك. سيجما الدايركت على الاندايركت هو البادجت ات كومبليشن. فاكرين انا كنت بقول لكم في الكاش فلو لما خدنا الدرس ده ان عندنا تشيكس؟ هو الصوت بس لسه، الصوت عمل تاني معلش. الصوت عمل تاني؟ طب ممكن تستنوا بقى معايا انا هفصل خالص. لا الصوت، لا هو الصوت بس بقى غريب سنه، المايك فيه حاجه في معلش كده مش منتظر. طيب انا مش عارفه، بص انا قاعده على المكتب صدقني انا طلعت قدامي ما اتحركتش، بس لا طب كده لسه غريب. اه في وش يا باشمهندس في. طيب طب ممكن اغير النت، ممكن يكون في فرق برضو في ال... هو ممكن حضرتك المايك بتاع يعني الهيدسيت مثلا حضرتك لابساه ممكن يبقى فيه مشكله في الجاك مثلا اللي داخل في اللابتوب، ولا حضرتك اصلا بتتكلمي من اللابتوب على طول؟ هي تقريبا بالتراست. ايه الاخبار يا جماعه؟ هو نفس المشكله يا باشمهندس، هو حضرتك تقريبا مشكله في المايك نفسه. مشكلة في المايك مش عارفة. طب اعمل ايه؟ احط سماعة يعني مثلا؟ مش عارف والله باشمهندس. اه لو حضرتك عندك سماعه مثلا، انا كنت فاكر حضرتك اصلا في مشكله في الجاك بتاع السماعه، فعشان كده كنت بقول لحضرتك في مشكله في المايك. لا لا انا مش عارف الحقيقه. هي لسه انتوا مش سامعين هو لا هو المشكله ان هو عامل صوت، صوت عالي جدا، صوت عالي بطريقه زياده. انا اسفه يا جماعه. لا لا مش مصدق يعني سامعين حضرتك يعني، بس بقول له يعني في زي صدى بس زي ما محمد بيقول. ايوه ماما. طب مش عارفه افتح، طب اجرب اخش من الموبايل واخلي هنا سكرين بس، خليكم معايا. طيب واجرب اخش من الموبايل واقفل هنا المايك، خليها بس سكرين ثانيه واحده. تمام الاونلاين ده عذبني بامانه، انا حاسه بيكوا عشان انا في محاضرات برضو بتاعتي ساعات يعني فاهم الواحد ما بيبقاش سامع اي حاجه خالص، او بيسمع ربع وبيضيع ثلاث ارباع فبرضو ولا كانه سمع.
هو المشكلة يا جماعة، حد جرب يخش من الموبايل؟ أنا كتير بعمل كده، بس هو المشكلة إن هو لو اترانسفيرت الأوديو للموبايل هيقفل ده. الحل الوحيد هيقفل ده. طيب يا جماعة انتوا معايا؟ معاك يا باشمهندس. رأيكم نعمل ايه؟ ابعت لكم PDF تفتحوها مثلا وانا اخش من الموبايل اوديو بس، ولا اعمل ايه؟ المشكلة ان انا مش عندي لابتوب تاني غير ده دلوقتي. عشان ده سواء ممكن المشكلة تكون مشكلة نت، فلو حضرتك تخرجي وتدخلي تاني ممكن يكون في، يعني ممكن صدقني يا يكون فادي الموضوع بسبب كده. جربت لقطة دلوقتي على 4G، وعندي في البيت الراوتر لقطت عليه، يعني وعندي ريبيتر بنات تاني لقطت عليه، يعني جربت كل حاجة مش عارفة أعمل إيه. طب هقول لكم حاجة يا جماعة، خليكم معايا كده، أحاول أغير مكاني كله في البيت كده. ثانية واحدة، يمكن الشبكة هنا وحشة. لحظة واحدة، قولوا لي طيب أفتح لابتوب تاني يعني، بس أصل أنا كل مرة بكلمكم اللابتوب ده المفروض ما فيهوش حاجة خالص في السماعات. انا شغال تمام يا باشمهندس، وبعدين فجأة حصل نويز. فلو حضرتك في مثلا، بقول لحضرتك لو في سماعة مثلا فيها مايك، كان يعني شغال كويس. اعتقد هتبقى ممكن يبقى دي المشكلة. مش عارف هو زي ما فادي بيقول النت، بس انا حاسس ان النت تمام. طيب انا كده غيرت المكان خالص، انا كده كده لسه برضو في صدى جامد. هو للأسف طب خليني كده معايا لحظة، هحاول اجيب سماعة ثانية. تمام يا باشمهندس. لا يا بابا ما تنفع إن شاء الله، هتنفع. باشمهندسين كده تمام؟ لا يا باشمهندس، نفس المشكلة برضه للأسف. طب يا باشمهندس حضرتك ممكن تخرجي بره الميتنج وتخشي تاني، ممكن تكون المشكلة في حاجة معرفش بصراحة. طيب أنا بحاول أحلها وهشوف طيب اوكي. كده أخش. باشمهندسين مع حضرتك يا باشمهندس. أنا كده اتحسن، أنا كده جبت مايك برضو. لا للأسف هو باشمهندس ممكن يعني نتعامل مع النويز دي وخلاص، يعني هو واضح كده إن هي 100% نت. هو أنا سامعين حضرتك، بس يعني هو زي ما قلت لحضرتك بيبقى فيه كده وش حوالين الصوت، بس تمام يعني عشان بس السكشن، واكيد حضرتك لازم تكوني بتشرحي على البي دي اف عشان نفهم يعني. يا جماعة واضح إن هي مشكلة نت، فأنا مش عارفة بقى نعمل إيه. هو صوت خلاص حضرتك وصل لنا، هو بس الفكرة إن في وش بس، فمش عارف ممكن نتعامل مع كده ولا إيه. يعني هو الصوت واضح،
هو في وش بس طيب معلش بقى يا جماعة استحملوني، ولو كده مثلا ممكن ابعت لكم سكاشن تانية متسجلة او حاجة نظيف، بحيث لو انتوا عاوزين ايه يعني تبقوا حد مش ما سمعش مني او ما لقطش اي يقدر يسمعها، يعني ممكن استأذن حد من زمايلي لو مسجلين سكاشن من ابعت. طيب تمام نكمل. استنى واحدة بس ابتدي الشير. طيب الشير سكرين رجعت. كده رجعت. هي شغالة. تمام. طيب انا بقول لكم كنا دايما بنحسب السيجما التوتال كوست بتاعنا، وكنا قلنا انه بنجيبه من الاكتيفيتيز وبنتاكد منه انه بيطلع هو البادجت ات كومبليشن. هل دي فيها مشكله يا جماعه؟ يعني فيها مشكله ان انتوا تيجوا عند الاسبوع الرابع تقولوا 500 في 4 زائد 300 في 4 زائد 600 في 1 تطلع 5000؟ لا تمام. لا طب هي الكاش اوت بتاعت 4، بعدين عايزه اجيبها عند 8، هقول ال 5000 زائد ال 300 في 1 زائد ال 200 في 4 زائد ال 600 في 2 زائد ال 800 في 3 زائد ال 400 في 4، كل ده يطلع لي 11300 عند الاسبوع الثامن. في مشكله؟ تمام. وعند ال 12 وال 16 هكذا، وال 20 وال 24 والقيم انا هكتبها لكم، يعني لو انتوا رجعتوا بعد كده تشوفوها كاتبها لكم وكاتبها لكم الخطوات. تمام يا جماعه؟ تمام. وانا هجيب بقى ايه عند ال 24؟ انا هنزل على المحور الراسي والمحور الافقي اشوف التي نوت والسي نوت بكام؟ ما هو السي نوت انت عارفها، لان انت هتكون بتجمع، فانت اصلا من غير ما تروح على المحور انت عارفها، والتي نوت ب 24 ده اللي المشروع خلص عندها. في مشكله يا محمد؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب تمام، يبقى احنا كده خلصنا اول مطلوب وتاني مطلوب، رسمنا البار تشارت وعرفنا البروجكت ديوريشن 24 اسبوع. انا سوري مش كاتبه لكم هنا، بس هو اسبوع الديوريشن بالويكس، وعرفنا اول مطلوبين. ثالث مطلوب بيقول ايه؟ بيقول the project has worked 9 weeks during this time. 10,000 جنيه has been charged using the S curve cash flow. Give your comment on the project situation at this time for the three cases. حلوة. هو جه قال لي ان الاكتيفيتي بتاعتي اشتغلت 9 اسابيع، والتسع اسابيع دول جابولي من الاس كيرف من الكاش فلو 10,000 جنيه. 10,000 جنيه ده يا جماعه طالما هو اداهالي يبقى هو كده اداني الاكشوال كوست ورك برفورمد من الكاش فلو الحقيقي بقى بتاع السايت اللي اتصرف. فبيقول لي give your comment on the project situation at this time for the three cases below. قولي رأيي، قولي الكومنت بتاعك على الثلاثة كيسز دول. لو كان البادجت كوست ورك برفورمد ب 11,900 أو ب 10,000 أو ب 11,000. أول يا جماعة لما يجيب لكم في الامتحان give your comment، هو مش عايزكم تقولوا له حلو ووحش، هو من الاخر اكنه عايز يقول لكم احسبوا لي السكادول فاريانس والكوست فاريانس، احسبوا لي الجدول اتاخر قد ايه او بقى بدري قد ايه او زاد فلوس قد ايه او قل فلوس قد ايه، يعني هو عايز الاس في والسي في. طيب ايه اللي انا عارفاه؟ انا عارفه حاجتين، عارفه ان الاي سي ده بي جيفن، وعارفه البي سي دبليو بي لكل كيس منهم. انا عندي الاي سي دبليو بي وعندي البي سي دبليو بي لكل كيس منهم، كده ما عنديش مشكله خالص ان انا احسب السي في او الكوست فاريانس. بس انا عشان احسب السكادول فاريانس، فاكرين احنا بيبقى معانا حاجتين للسكادول فاريانس، حد فاكر؟
عشان نحسب الاسكادول فاريانس يا جماعه بنقارن بين ايه وايه عشان نشوف فرق التايم. البي سي دبليو بي والبي سي دبليو اس. مظبوط. البي سي دبليو بي هو مديني ليها ثلاث احتمالات، والبي سي دبليو اس انا عارفه ان انا بجيبها منين دايما وابدا بار التشارت بتاعتي. طيب هو مديني عند الاسبوع الكام؟ التاسع صح؟ تمام. انا اقدر اجي على البار التشارت واحسب عند الاسبوع التاسع الفلوس بتاعتي كام؟ اهي طلعت لي كام؟ 11,900 صح؟ مظبوط. يبقى انا كده هحط التلاتة كيسز واحسب لهم الاس في والسي في. اول كيس البي سي دبليو بي مدياني ال 11,900، والبي سي دبليو اس انا مطلعاها من الكاش اوت دايجرام ب 11,900، والاي سي دبليو بي ب 10,000 كانت جيفن في المساله فوق. يبقى انا كده ما عنديش اي مشاكل. طبعا واضح جدا ان البي سي دبليو بي هي البي سي دبليو اس الاول كيس، يبقى كده انا اون سكادول ما اتاخرتش ولا خلصت بدري. السي في هي البي سي دبليو بي ماينس الاي سي دبليو بي. البي سي دبليو بي ب 11,900 والاي سي دبليو بي ب 10,000، يبقى بلس. طالما بلس يبقى وفرت فلوس، يبقى انا اندر بادجت. يبقى دي اول كيس. طيب تاني كيس، تاني كيس بتقول لي ان البي سي دبليو بي مدياني هو الدكتور في المساله قال لي احسبي لي لو البي سي دبليو بي ب 10,000. طيب البي سي دبليو بي ب 10,000، البي سي دبليو اس مش هيتغير من البار تشارت، والاي سي دبليو بي مش هيتغير، هو مديهوني ب 10,000. يبقى انا في المطلوب الثاني عندي البي سي دبليو بي ماينس البي سي دبليو اس اللي هي 10,000 ناقص 11,900 يطلع لي نيجاتيف. يبقى انا هنا حصل لي ديلي. يبقى يا جماعه حجم العمل اللي انا كنت مفروض اكون مخلصاه على البادجت اللي انا مسعراها، كنت مفروض اكون مخلصه 11,900، انا خلصت ب 10,000، يبقى انا متاخر. طيب حجم العمل اللي فعلا اتنفذ ب 10,000 جنيه اكشوال، واللي انا كنت حاطاه بادجت على البرسنتج اللي اتنفذ برضه ب 10,000، يبقى انا عندي بالانس، انا اون بادجت، فالسي في طلع بزياده. اخر كيس البي سي دبليو بي ب 11,000. البي سي دبليو بي ب 11,000 يبقى انا كنت مفروض اخلص ب 11,900، يبقى انا متاخره في الوقت، يبقى عندي ديلي عشان هي بالنيجاتيف. طيب انا كنت مفروض الاكشوال اللي اتصرف 10,000، بس اللي كان محطوط له فلوس في السكادول ده كان 11، يبقى انا وفرت 1,000، يبقى انا عندي اندر نمبر. باشمهندسه في سؤال معلش. اتفضل. هو في الكيس الثانيه دي هو في ديلي بس هو دفع قد ما كان هو مخطط، يعني ماشي هو عند الاسبوع ده المفروض كان يدفع 10,000 ودفع اكشوال 10,000، بس هو ما نفذش اللي هو كان عايز ينفذه، فهو كريزلتنت هو كده برضو هو يعني مأذي ولا عادي؟ يعني اصل يعني احنا كاتبين بالانس ولا الموضوع ده يعني هو لا هو بالانس في البادجت بس وحش في التايم. يعني هو صرف قد اللي كان محطوط له في البادجت الوقت ده، بس هو اتاخر في الوقت، والوقت ده بعد كده صح هو وحش، والوقت ده هيسمع معاه بعد كده فلوس وهيسمع معاه بنالتي. انا مش معترضه معاك انه وحش، هي انديكيشنز لا انا واقفه فين. من هو يا جماعه الهدف من كل ده ايه؟ هو المشاريع بيبقى عاده كمان كلها بتبقى متموله، وانا بمول كذا مشروع، فانا هدفي انه طب انا مثلا عامله حسابي ان انا هصرف على المشروع ده في الشهر ده 200,000 جنيه، وانا صرفت عليه 300، هو خد من بادجت مشروع تاني انا كنت حاجزه له 100,000 جنيه. هي إيه كل فكرتها؟ انا بحاول اظبط اعمل مانجمنت من كل ناحيه ان انا اوفق بين ده وده. يعني هو مش حلو فعلا، يا معاك حق، يعني مش بقول انه حلو، انا بقول ككومنت انا حصل لي ديلي، بس انا كفلوس انا في اون بادجت.
بس انا اتاخرت تمام في الوقت. اوكي تمام. طيب اخر حاجه بقى، اخر سؤال الدكتور بيقول ايه؟ بيقول predict يعني خمن the level of expenses and the project duration according to the information at week 9 and according to the following values. عمرو انا هنا كنت قلت لك انه التي والسي ممكن احسب لك التي نوت والسي نوت ممكن احسبهم عند اي وقت اللي بنقف عنده. لا هنا التي نوت والسي نوت هنا لازم تعتبرهم اخر المشروع. اوكي يعني البادجت ات كومبليشن اللي كان سؤال. طب اشمعنى؟ عشان هو قال the project duration عشان هو اتكلم على total project duration ولا عشان عشان هو هي عايزك تيجي تعمل prediction من اي اسبوع لنهايه المشروع. يعني 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 في الحقيقه اللي بيحصل احنا ممكن نحسب الحاجات بنبقى مقسمينها عندنا اسمها milestones، بس هنا الدكتور خلاص بيتكلم على اخر المشروع، عايز دايما يعرف من النقطه اللي انا واقفه فيها دي بيزد على الكونديشنز اللي عندي دي هتاثر لي ازاي على نهايه المشروع. فاهم قصدي؟ يعني بي سي دبليو بي هناخدها باني كيس بقى في الثلاثه، ولا عند كل كيس برضو هتبقى تديني انديكيشن لزياده؟ لا عند كل كيس هنحسبها دلوقتي معاك ثلاث مرات. انا قصدي انه احنا هنيجي هنحسب الثلاثة كيسز دلوقتي، هنطلع لهم تايم جديد وكوست جديد على حسب الكيسز بتاعتك. بس انا قصدي ان التي نوت والسي نوت انت كنت سالتني فقلت لك مش دايما بتاخدها البادجت ات كومبليشن. لا هي دايما، انا بقول يعني انا بقول لك معلش ارديتي. ماشي تمام تمام اوكي تمام. طيب دلوقتي بيزد على البي سي دبليو بي اللي ب 11900 الدكتور عايز يعرف على الكيس اللي حصل ده انا هخلص بكوست قد ايه وبتايم قد ايه. احنا عرفنا من اصلا من الاكزامبل اللي هنا دي انه اون سكيدول واندر بادجت، صح؟ صح. انا متوقع اصلا من غير ما احسب ايه ان التايم يطلع 24، مش انا اوريدي المشروع خلص عند 24 واندر بادجت. انا عارفه ان انا لازم اخلص ب 16000 دي البادجت ات كومبليشن، صح؟ اندر بادجت تمام. اندر بادجت انا متوقع ان انا اخلص ب 15 ده انا كمان ده هو مديني بالظبط اندر بادجت بقد ايه؟ ده اندر بادجت ب 1900 مظبوط. بس لما اجي هحسب يا جماعه هقول التي هي التي نوت، ده قانون بقى في بي سي دبليو اس على بي سي دبليو بي، قلت لكم دايما بنقسم على البي سي دبليو بي. هنا البي سي دبليو بي ب 11900 والبي سي دبليو اس احنا مطلعينها كنا من البار تشارت بتاعتنا ب 11900 مش بتتغير، والاي سي دبليو بي مش بتتغير، هو مديهاني ب 10000. فخلاص ضربناه 24000 الرقمين ايكوال فطلع لي ان التايم هو وال 16000 بتاعتي لو ضربتها في ال 10000 على ال 11900 تديني 13445. يبقى لو انا مشيت بالريت ده لاخر المشروع الكوست المشروع هيخلص عنده هيخلص ب 13445. ليه بقى؟ لو انتوا خدتوا بالكم ال 1900 اللي احنا حسبناها دي احنا حسبناها هنا عند الاسبوع التاسع كان عندي فرق 1900، بس ممكن لما اكمل في العاشر يكون الفرق ده قل وقل وقل. فاحنا البريدكشن اللي من القانون دوت يجيب لي في اخر المشروع 13445 اللي هي من السعر الاصلي لو كنا حسبنا اللي هو 16000 يبقى فيه 2550 جنيه فرق. طيب
الكيس الثانية البي سي دبليو بي ب 10000، لو البي سي دبليو بي ب 10000 القانون بيقول لي بي سي دبليو اس على بي سي دبليو بي، بي سي دبليو اس جايبينها من البار تشارت ب 11900 على ال 10000 24 تطلع لي 28.56، يبقى انا عندي ديلي بدل ما اخلص في 24 اسبوع تقريبا خلصت 28 اسبوع ونص. طيب الكوست حصل لها ايه؟ السعر الاصلي اللي هي السي نوت مضروب في الاي سي دبليو بي على البي سي دبليو بي، الاي سي دبليو بي ب 10000، البي سي دبليو بي في الكيس دي ب 10000، يطلع لي بالانس انا خلصت بنفس الفلوس بالظبط، بس انا اتاخرت في الوقت اللي انا كنت المفروض اخلص فيه بدل ما اخلص في 4 اسبوع ونص. وده اللي انت كنت بتقوله يا عم ده وحش. هو هنا هنا ايه بقى؟ هنا الكيس دي انت كده حسبتها، لكن اللي انت بتقوله يا عمرو ده شاطر قوي انه ده فكر مهندس. الحقيقه بقى ان هو وحش من ناحيتين، لانه اساسا في المشاريع ما فيش حاجه اسمها تخلص متاخر وقت وانت خلصت في البادجت، برافو انت شاطر. هو هيدفعك حاجه اسمها ليكويديتي دامجز اللي هي غرامات التاخير، فغرامات التاخير بتاعت الوقت هتتحول برضو معاك فلوس. فالسي بقى الاخيره هتبقى زايد عليها بينالتي في عدد ايام التاخير، فاهم قصدي؟ فهتبقى وحشه من كل ناحيه. لو ده كان سؤالك يعني انا استنتجت من طريقتك انه ده اللي انت كنت عايز تساله. بالظبط ده السؤال يا باشمهندس. تمام خلاص، اتمنى اكون جاوبتك عليه. تمام يا باشمهندس ماشي. طيب نيجي نشوف اخر كيس. مديني البي سي دبليو بي ب 11000 تعويض مباشر 24 في البي سي دبليو اس اللي هي ب 11900 على البي سي دبليو بي اللي هي ب 11000، يطلع لي عندي ديلي تقريبا قرب الاسبوعين. السي فاينل اللي هي 16000 في الاي سي دبليو بي اللي هي جيفن ب 10000 على 11000 تطلع لي 14545 بدل 16000، يبقى عندي اندر ران، يبقى انا وفرت فلوس، اخرت وقت ووفرت فلوس. ممكن بقى يحصل ايه تاني في الامتحان؟ الدكتور يجيب لكم ويقول لكم طيب لو انا عندي بنالتي عن كل يوم تاخير 200 جنيه مثلا او كل اسبوع تاخير 1000 جنيه وبونس عن كل اسبوع اخلصه بدري 2000 جنيه، احسبولي بقى السعر الفاينل. هتقوموا عاملين ايه؟ هتقوموا معوضين في القانون ده، هتقولوا ان السي فاينل دي هي السي اللي انتوا حسبتوها اللي هي مثلا فور اكزامبل لو اي كيس منهم اهي، لو الدكتور طلب لاي كيس منهم هنا السي لا بلاش دي لانه هنا خلص في نفس الوقت فمش هيحصل معانا حاجه. تعالوا نشوف هنا، هنا اتاخر اتأخر ايه تقريبا 4 اسابيع 0.56 صح؟ الاربع اسابيع 0.56 دي هتتضرب في سعر غرامة تأخير الاسبوع اللي هو مثلا لو الاسبوع ب 1000 هيتأخر 1000 في 4.56 فهيقع عليه بفلوس ب 4560، فبدل ما السي اللي في الاخر هتبقى ب 16000 هتبقى ب 16000 زائد ال 4560، يبقى كأنها هتطلع 20560. طيب لو قال لي مثلا فور اكزامبل ان التي دي لو انتوا جيتوا حسبتوها طلعت 22، انت كنت مفروض تخلص في 24 صح؟ بونص كده بقى، فانت هتاخد بونص عن كل اسبوع 2000 جنيه، 2000 جنيه في اسبوعين يبقى كأنك هتاخد 4000 جنيه صح؟ مظبوط. ال 4000 جنيه البونس هتبقى ماينس من الكوست لان هتقلل الكوست، فال 14545 دي هتقل 4000 تاني هتبقى 10545 اللي هو كانكم عوضتوا في القانون ده بالظبط اهو. لو احنا جينا هنا السي فاينل هي السي اللي انت حسبتها او السي نوت لو هو مش مديك كيسز، بس لو بس ما هو لو مش مديك كيسز مش هينفع لسبب لان السي نود والتي نود انت مش هتعرف تقارنهم بايه، فهو لازم هيديك كيس ساعتها الدكتور. ماينس البونص في التي نود ماينس التي، ليه هنا التي نود ماينس التي مش التي ماينس التي نود؟ عشان هنا التي نود هي اللي اكبر، المشروع كان هيخلص في 24 بس انا خلصت بدري فالتي بتاعتي بقت 22، فاهمين قصدي يا جماعه؟ لكن أيوة. في الكيس اللي فوق انا خلصت متاخر
فالتي نود اللي هي الاوريجينال بروجكت ديوريشن كانت اقل من التي بتاعتي، عشان كده التي ماينس التي نود. بس كده تقوموا حاسبينها. طب باشمهندس معلش، البي سي دبليو بي دايما بيبقى جيفن كده كيس 1 كيس 2 كيس 3، ولا بتبقى ساعات بيديني بيرسنتجز وانا بحسب على اساسها؟ يا هيبقى جيفن كده، يا هيقول لك عند ويك 9، وانت هتيجي طبعا اهو شايف قدامك ويك 9 على البار تشارت بتاعتك، ويقول لك according to the site progress at week 9 activity A B C مثلا E F finished completely، activity D finished by 80%. فساعتها تضرب ال 200 في الخمسة في 80%، اللي هي كأنها 80% من الخمس أيام، اللي هي كأنك أصلا ضربت 200 في 4. فاهم قصدي؟ يعني كأنك بتقول إن هي كده اشتغلت 4 أيام. جميل جدا. ما هي دي أو دي هتديك نفس الإجابة، يعني هي 80% من الخمسة في 200 هي 4 أيام في 200، لأنه 80% من الخمسة هي 4. ومثلا هيقول لك البروجرس بتاع اكتيفيتي جي مثلا برضو ان هي خلصت 60%. طيب هي مدتها 8 ايام فخلصت منهم 60%، يعني كانها خلصت ايه 5 ايام، 4.8 خلصت 4.8 في ال 400، يبقى 19000 تبقى سوري 1920 بدل ما تبقى 8 في 3000. بس فهتحط السعر بتاعها الجديد، تلاقي ساعتها ان البادجت كوست ورك بيرفورم بتاعك اكوردنج للبروجرس اللي هو مديهولك. لازم 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 يا عمر هيديهولك جيفن، يا هيديلك برسنتجز عند الاسبوع ده. وعاده يعني من خبرتي او من اللي انا بعرفه هي بتيجي جيفن. مش مهندس معلش، هو لو في بروجرس هتتكتب ازاي معلش؟ هيقولك عند ويك 9 according to the progress, the real progress at site, it was found مثلا that activity A, B, D, A, B, C, D, E مثلا finished 100% progress, activity F progress equal مثلا 80% and G equal 60%. ساعتها هتيجي هتجمع A, B, C, D, E, F, E sorry عادي في مدتهم كاملة، يعني هتقول 5000 من 4 زائد ال 300 في الخمسة زائد ال 600 في واحد زائد ال 200 في خمسة زائد ال 600 في 2 زائد 800 في 0.6 في المدة بتاعتهم اللي هي ايه 4. يعني هتضرب البروجرس في الديوريشن في الكوست. معيش بس، هو انا لو انا بتكلم على اكتيفيتي واحد تمام، وانا الاكتيفيتي ده انا مفيش ديلي، بالعكس انا خلصته بدري شويه، فانا بقى بكتب برسنتج هكتبها بطريقتها ازاي؟ انا كان على اكتيفيتي واحد يعني. انا فاهم اوكي للتجميع اللي حضرتك قلتيه. اوكي قصدك تقول يعني انا مثلا الشغل اللي مثلا قيمته مثلا كفلوس 2000 جنيه في الاسبوع مثلا تمام، انا خلصته بدري يعني خلصته بدري، بدل ما ياخد 4 ايام مثلا اخدت 3 ايام، فانا دي بقى بالبرسنتج عشان هو يعبر على اللي انا قلته ده. اكتبها ازاي؟ هيدي لك البرسنتج بالاعلى، هيقول لك 130% مثلا، فانت هتفهم انه خلصه في وقت اقل من وقته. طب ماشي، انا لو اداه لي 130% انا احول 130% للكلام اللي انا قلته ده. لا لا مش هيجيبه لك هنا، انا بكلمك في الحياه بقى، في البروجرس مانثلي بروجرس ريبورتس او الحاجات اللي بتحصل في الواقع، في الامتحان مش هيجيبها لك. مش هيجيبها لك، بس هو حتى بس عايز اعرف اترجمها ازاي، يعني انا عايز بقى احولها للماثماتكس كده واحل السؤال. يعني 130% انا كده فهمت منه ان انا مثلا 130 دي يبقى انا عندي زياده، عملت بروجرس 30%، 30% دي انقصهم من عدد الايام، ولا 30% دي اكيد مش هنقصهم من بوست يعني.
صح؟ لا انت هتنقصهم في الايام، يعني انت تقدمت في الوقت 30%، 30% من الاربع ايام بتجيب لك بتوتال حتى الأيام 2000 اللي عندي دي القيمة اللي اطرحها من عدد الأيام صح؟ بالظبط كده. فانت كانك خلصت فوق في 3 في سوري في 2.8 بدل ما تخلص في 4 ايام مثلا، بس بس ساعتها معلش هتقول سؤال لك تاني، 2. سؤال تاني معلش أنا آسف، هو ال 80% والبرسنتج دي دلالة على كمية الشغل اللي أنا اشتغلته في الأكتيفيتي بتاعي ولا دلالة عن الوقت؟ أصل لو إحنا بنتكلم في اللي أنا بقوله أنا وحضرتك إحنا كده بنتكلم في دلالة عن الوقت صح؟ دلالة عن الوقت بالفلوس اللي انت كنت حاططها في البادجت، يعني دلالة عن. بصوا يا جماعة، هو انا هي يعني مش عارفة اوصف لكم الكونسبت قوي على قد ما انا بحاول، يعني انا بحاول اوصله لكم. هو الموضوع معقد في ايه؟ دلوقتي انت حطيت شغل في السكادول، تمام؟ الشغل اللي في السكادول ده حطيت قدامه بادجت، صح؟ ده بقى قدامك في البار تشارت اسمه ايه؟ اسمه بادجت كوست للورك سكادول. انا حاطط بادجت، انا اللي حاططها، مسعر الحاجات ومديها وقت، صح؟ نزلت في تمام الحقيقة لقيت الشغل اللي اتنفذ فعلا قد ايه؟ اتنفذ 50% من البند ده. طيب ال 50% من البند ده لو انا حطيت لها السعر اللي انا حاطه في البادجت هيديني حاجة اسمها earned value او budget cost work performed. دي البادجت اللي انا كنت عامل لها allocation على الشغل اللي فعلا اتنفذ. طيب الشغل اللي فعلا اتنفذ ده اتنفذ بسعر ثالث، ده الـ actual cost للwork performed. فبقى الـ budget cost للwork performed ده كأنه معيار ليا أقارن بيه اللي كنت حاطه في الـ schedule قبل ما أنزل السايت بسعر الـ budget اللي كنت محدده، ومعيار ليا إن أنا أقارنه باللي فعلا اتنفذ في السايت بس بأسعار السايت الـ actual مش الأسعار اللي أنا حاططها في الـ budget. يعني أنا كأني برسم لروحي البلاند فاليو اللي هو البي سي دبليو اس ده اوريدي عندي. انا كاني برسم لروحي انه طب انا لو انا اللي اتنفذ في السايت ده حطيت له الاسعار اللي انا كنت مسعراها هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي البادجت كوست ورك بيرفورمد. طب اللي اتنفذ بقى في السايت فعلا بالسعر بتاع السايت هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الاكتشوال كوست ورك بيرفورمد. ساعتها البادجت كوست ورك بيرفورمد ما ادالكش دلاله وقت بس يا مايكل، ده بقى معيار انتجريتد ماسك لك التايم مع الكوست، لان انت لما خدته مع الاكتشوال كوست ورك بيرفورمد انت عرفت تشوف الفرق في الفلوس، ولما خدته مع البادجت كوست ورك سكادول انت عرفت الفرق في الوقت. فهو كانه حاجه في النص ربطت لك انتجريشن بين التايم والكوست. اهو على فكره الايرند فاليو ده اللي جه بعده البيم، انتوا سمعتوا عن البيم صح؟ البيم ده فيه منه 3 دي و4 دي و5 دي، وايه فكرته؟ انه بينتجريت تاثير التايم والكوست والكواليتي، بيبتدي يربط الاليمنتس ببعض. يعني انا اسالني اكتر، انا مش عارفه انا عارفه اجاوب سؤالك ولا لا، بس يعني ككونسبت مش عارفه ابسطها اكتر، بس قول لي لو في حاجه اقدر اساعد فيها. انا بس انا النقطه بس اللي عندي مشكله فيها ان لو انا حصل اكتيفيتي يعني مثلا الحاجه انا بدل ما بخلصها في 4 بخلصها في 3، ايه اللي هيتاثر معايا مثلا في المساله؟ يعني انا الكوست مثلا هو الناس مثلا بتاخد او التسعيره مثلا لما هنشتغل 4 ايام هاخد 1000 حلو جنيه في كل يوم تمام، فانا حلو التسعيره لا انا عايزها في 3 ايام مش عايزها في 4، فالتسعيره زادت عشان المجهود زاد، فبدل ما 1000 مثلا سيبها 1200 تمام. بالعكس هو ساعتها مش شرط انه السعر هيزيد، هو البرفورمنس بتاعهم على السايت ممكن يكون احسن من البرفورمنس اللي انا كنت حاطه. هي انتوا لو فاكرين انا هنا قلت لكم ايه، هي اسمها performance indices، هي معايير للبرفورمنس نفسه اللي المفروض يخلصوه في 4 ايام خلصوه في 3. هو مش انا لما القيمة بتطلع عندي بوزيتيف
معنى كده ان انا ثابت مفيش ديلي صح؟ لا لو بوزيتيف انت ثابت. اي طيب ايه علاقتها بالديلي؟ ما انا ده قصدي يعني خلاص انا اوكي سابق وخلاص مطلع القيمه بوزيتيف يعني عشان عرفت ان في بروجرس، بس انا الفكره كلها الكلام ده هعمله ازاي لو اداني الداتا بتاعتي بالبرسنتج. فاحنا اتفقنا البرسنتج هيطلع لي مثلا سي 130 هيعدي ال 100 عشان انا في بروجرس، انا بس عايز اترجم بقى الداتا اللي هو يديها لي هو مش هيدي لك 130، هيقول لك ان الاكتيفيتي دي خلصت في 3 ايام فهتضرب 3 في ال 4000. تمام اوكي ماشي. اه يعني الدكتور يعني البروجرس انا مش هستفاد بيه حاجه في المساله صح؟ سواء هو خلص 3 4 مش هيفرق معايا في حاجه صح؟ انا اللي انا بقوله لك ده بقوله لك من اللي بيحصل اللي بيحسبوه في الحقيقه. او سيبكوا يا جماعه من الحاجات البلاننج المعقده، انتوا مش مطلوب منكم الليفل ده، يعني ان شاء الله اللي بعد كده هيكمل في البلاننج او في الكوست هيبقى الكلام ده سهل بالنسبه له لانه هيشوفه كتير والدنيا هتبقى واضحه. كامتحان انتوا مش مطالبين بالكلام الصعب ده اللي انا بقوله، في الامتحان انتوا مطالبين ان انتوا تعرفوا تطلعوا السكادول فاريانس الكوست فاريانس، تعرفوا ان الاكتوال كوست ورك بيرفورم طول عمره لازم يديهولك، انت مش هتعرف تحسبه دي بتتجاب من الماليات، وتعرفوا ان البادجت كوست ورك سكادول هو عمره ما هيديهولك، انت لازم تطلعه من البار تشارت. وبصوا يا جماعه في امتحانات قديمه وانا معاكم، لو في اي اكزامبل وقف او في حاجه ابعتوا لي، يعني انا بحاول على قد ما اقدر دايما ارد عليكم يعني، ف مفيش اي مشاكل في الحكايه دي. وانا هبعت لكم برده الشيت بتاع الدرس دوا علشان تشوفوا اكزامبلز، يعني مش لازم نسلمه وكده بس قصدي عشان تتدربوا. باشمهندس انا عندي سؤال بس بعد اذنك. اتفضل يا فادي. دلوقتي احنا الخلاصه بس دلوقتي السكيدول احنا مره بنقارنه بالاكشوال كوست ومره بنقارنه بالكوست برضو بس للي اتنفذ من الاكتيفيتيز اللي اتنفذت صح كده؟ الخلاصه انه عندي حاجه جديده اسمها بادجت كوست ورك بيرفورمد او ايرند فاليو، ده معيار بيعمل لي انتجريشن يربط لي الكوست والتايم، لما اقارنه بالبادجت كوست ورك سكيدول اقدر اعرف السكيدول في الوقت حصل له ايه، ولما اقارنه بالاكتوال كوست ورك بيرفورمد اقدر اعرف الفلوس بالنسبه اللي كانت محطوطه في البادجت قلت ولا زادت ولا زي ما هي. ايوه تمام بس كده. باشمهندس معلش لو عندنا اسئله يعني بعد كده يعني ممكن نخش زوم ميتنج برضو ونسأل حضرتك فيها؟ مفيش اي مشكلة. انا قلت الفادي مرة سأل لي الحكاية دي قلت له احنا ممكن نعمل مثلا زي فورم او حاجة تخشوا تكتبوا عليه اسئلتكم بحيث تجمعوها في زي وورد فايل، بحيث لما نخش يبقى زي ايه اكيد مثلا عارف يا عمرو انت عندك سؤال هو نفس السؤال مثلا عند مايكل عند محمد عند كده، وفي اسئلة طبعا مختلفة، فقصدي دايما بيبقى فيه اللي هي الفريكوينتلي اسك كويستشنز الاسئله اللي كل الناس دايما بتتسالها، فقلت لو نلم مثلا ده عنده نمبر 1 في الشيت وده عنده نمبر 4 وده عنده نمبر 4 ونمبر 4 يبقى نمبر 4 دي واضح انه فيها مشكله، فاهم قصدي؟ فممكن نمسكها ونعمل كده وبعد كده بقى مثلا نقول ايه اتفضلوا يا جماعه اللي عايز يمشي او اللي سؤاله اتجاوب تمام، ونقعد بقى لو حد عنده سؤال بره الحاجات دي نجاوب عليه. تمام. وبالذات يا باشمهندسه الميد تيرم برضو حضرتك كنت قلت لنا هتخليه معانا، فلو يعني برضو في الميتنج ده نعمل فيه برضو حل الاسئله اللي كانت فيها مشكله في الميد تيرم. طيب في الميد تيرم هحل معاكم المساله اللي هي ممكن نحل المساله اللي هي بتاعه الايكونومكس الاولانيه، المساله بتاعه كونتراكتس انا اتكلمت مع الدكتور وهو قال لي انه يعني انه حاجه زي كده عمرها ما هتيجي، وانا مش عاوزه اشرحها صراحه علشان ما يحصلش لخبطه في الايكونومكس، انا خايفه الايكونومكس يضرب مننا،
فانسوها خالص يعني على ضمانتي. اهو انتم مسجلين لي و... ومعاكم الفيديو و... وهتودوني في 60 دقيقه عادي. فما تقلقوش. لكن مساله الميسترم الثانيه اللي هي بتاعه الايكونومكس اللي كانت مفروض عند 7 وفي ناس نقلتها عند 8 وسوقا نشرحها مفيش اي مشاكل. تمام تمام خلاص يا باشمهندس ان شاء الله. ان شاء شكرا. الله خلاص. على ايه على ايه يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، واسف طولت عليكم، انبسطت جدا ان كنت بدرسكم السنه دي، وربنا يوفقكم يا رب. اكيد يا باشمهندس ربنا يخليكم، ربنا يوفقكم، وانا دايما موجوده بعد ما تخلصوا ان شاء الله على خير، يعني افتكروني بقى بالخير، واي حد عنده اي اسئله يعني يبعت لي ويسالني. إن شاء الله يا باشمهندس. ماشي يا جماعة، ربنا معاكم، اتفضلوا.